إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. المريض بيغلط في حق نفسه لما يقعد مع الدكتور مش مركز في كلام الدكتور، مركز بس هو هيقول إيه للدكتور، تمام؟ عايز يدي الدكتور معلومات كتير 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 عشان الدكتور يشخص صح صح صح، فيتكلم كتير 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 وما يديش معلومات ذات قيمة. طيب احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، مش ده اللي احنا هنتكلم عنه، لكن تركيز المريض في انه يقول ويتكلم 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 ظنا منه انه هو كل ما يتكلم ويعيد الكلام، انا عايزه يتكلم على فكرة، انا بس عشان الناس يخش لي ناس ما بتتكلمش يقول لي احنا عارفين ان حضرتك ما بتحبش الكلام، طب واحنا هنشاور لبعض؟ لا انا بتكلم على الكلام اللي مالوش لازمه، يعني فاهم قصدي؟ لا انا عايزك تتكلم، وبقعد اقول له قول يا فندم، يا فندم اتكلم قوم، وهو خايف يقول ما الدكتور عصبي ولا، وده نتيجه سوء فهم برضو، يعني سوء فهم، هو مفيش حد هو الناس مش عايز يفهم، هو بيقول لك الدكتور بيقول ما حدش يتكلم، لا طبعا، امال انا هعرف ازاي؟ ده انا بالعكس، ده انا بشخص من كلامك اكتر من اللي بشخصه من الاشاعه، واحنا شرحنا قبل كده يعني. بس نتكلم بقى ايه الكلام الكتير اللي المريض بيتكلمه، هو بيقول لك انا بتكلم كتير وبديله معلومات كتير عشان يشخص صح، انت بتفضفض حضرتك، انت كل كلامك عشان تديني كلمه واحده، انا تعبان قوي يا دكتور ولفيت على الدكاتره. شوف الجمله جت ازاي سهله، اول ما تخش تمام تقول لي انا تعبان قوي يا دكتور والالم شديد ولفيت على الدكاتره، هتلاقي نفسك مش محتاج تقول اي حاجه، لان كل اللي انت عمال تقوله لي ورحت لفلان وعملت اشاعه، مش ده التاريخ المرضي، لا ده كده ام عبده، ده مش التاريخ المرضي. التاريخ المرضي انا عندي وجع في الحته الفلانيه جالي من 3 سنين، بيزيد لما اعمل كذا ويقل لما اعمل كذا، بس هو ده التاريخ المرضي، مش الحكايه اللي حضرتك حكيتها. طيب احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده، بس الكلام عمال يجر بعضه. الموضوع الفيديو ده ايه؟ ان المريض علشان قاعد مركز في انه يتكلم كتير ما بيسمعش الدكتور بيقول له ايه، وانا اكتشفت ايه بقى، هو مش فارق معاه الدكتور بيقول له ايه، ما انا هجيله تاني، ليه يا اخويا هجيله تاني ليه؟ ليه يا بابا هجيله تاني ليه؟ ليه؟ هو انا ماليش اعاده كشف؟ تعيد الكشف ليه؟ في تخصصي انا تعيده ليه؟ ما انا هدفع فلوس يا سيدي، مش عايزين الفلوس، احنا عايزين الوقت اللي انت هتضيعه، احنا مش عايزين الفلوس، ما انا هدفع كشف كامل يا سيدي، خد فلوس انت وامشي، يعني فاهم قصدي؟ مفيش حاجه اسمها كده، ما انا هجيله تاني، مش كل التخصصات بتجيله تاني، البطنه بتجيله تاني، الاطفال بتجيله تاني عشان يشوف نتيجه العلاج، لكن انا ما عنديش تاني، انا بقول لك احنا هنعمل كذا وبتمشي، يا تيجي المستشفى يا ما تجيش، فالموضوع بينتهي. فالمريض يقعد مركز في اللي هو عايز يقوله وما يسمعش كلام الدكتور خالص خالص. يعني ايه الدكتور؟ الناس اللي بنعمل لهم حقنوا تردد حراري لمفصل الكتف، بنقول لهم هتعمل علاج طبيعي مثلا بكره، بعد اسبوع، تبص تلاقيه قعد شهر ما عملش حاجه، يا نسي، مع اني كاتب له مكتوب الكلام ده مكتوب، يا نسي، يا اما تلاقيه بيتكلم بعد شهر يقول لك ايه، هو حضرتك قلت لي يا اخي اقرا، حتى هو حضرتك قلت لي اعمل العلاج الطبيعي ابتدي امتى؟ ما هو عامل حسابه انه جاي تاني يركز ليه؟ لا وهتكلم تاني، وانا هلغي الموضوع ده، انا هلغي موضوع التواصل خالص، يا ركزت اول مره يا خلاص، لان انت مش المفروض ان 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 ان, إن, إن, إن احنا نمشي زي المجتمع، الا التاجر بقى اللي هو ايه بيقول لك ايه، انا بتابع المريض، ليه؟ انت عارف متابعه المريض كلها كلام بس، هو التنميل اللي باقي ده طبيعي؟ اه طبيعي. هو انا لساني بيلعب لوحده؟ اه ماشي. العلاج ده بيوجع معدتي؟ اه ما تاخدوش. مش عارف اعمل اي حاجه، بس ده بيريح المريض العربي نفسيا. الكلام ده كله اتقال في الاول، بس هو ما كانش مركز، عامل حسابه انه هيجي تاني، هو بس ايه، مش هركز اول مره انا هتكلم واشوف الدكتور كده حلو وبيتجاوب ولا لا، تاني مره بقى نشوف. ده بقى بيكلف المريض ايه، انه اتاخر عن العلاج الطبيعي، اتاخر عن حاجات احنا طلبناها، عمل حاجات ملهاش لازمه. لسه كان عندي مريضه، تمام، ايه اللي بيقلمك؟ كفوف رجليا،
تمام. طيب مفيش ألم في الظهر؟ لا. مفيش ألم في الفخذ؟ لا. مفيش، هو فيه بس هي مش مركزة، معرفش كانت مركزة في ايه ان هي تقول، معرفش هي كانت مركزة في ايه، انا معرفش. لما تسأل سؤال ويجي لك بالنفي، فقلت لها هنعمل رسم اعصاب، عملنا رسم اعصاب طلع مفيش حاجة. انا قاعد الكلام ده بقى مش عندنا في الطب، يعني رسم الاعصاب مفيهوش حاجة، والغضروف مش عامل الحاجة اللي المفروض يعملها، وعشان هو مش عامل اللي المفروض يعملها انا اتلخبطت فطلبت رسم اعصاب. فلما جت في رسم الاعصاب طلع طبيعي، قلت لها يبقى التنميل اللي عندك ده مش في كف رجليك؟ قالت لي لا، ما هو في رجليا كلها. قلت لها طب ما انا سالتك هو في رجلك كلها في وجع في ظهرك؟ تمام. طلع اللي انا سالته هي قالت لي اه بس انا ما كنتش مركزه، فقلت المره الجايه، المره الجايه ابقى اقول ايه ده، ده ايه يعني. طيب اديك كلفتي فلوس وضيعتي وقتك، مش هقول ضيعتي وقتي عشان انتوا عارفين الدكتور اللي يقول ضيعتي وقتي، لا احنا لازم نقض وقتك، احنا دافعين فلوس لازم ننتقم منك في حياتك كلها مش وقتك، احنا لازم مش نضيع لك وقتك، لا ده احنا لو طولنا ناخد رقبتك هناخدها، احنا دافعين كشف تمام، لكن انت ضيعتي فلوسك وضيعتي كل الكلام ده ليه؟ عشان انا حاجي تاني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.